اهلا وسهلا بجماهير النادي الاهلي مره تانية. جماهير النادي الاهلي اللي بالمناسبه ما بتعرفش معنى الياس او الاستسلام، جماهير النادي الاهلي اللي ما بترميش الفوطه، جماهير النادي الاهلي اللي ما بتقادرش مدرجات الملعب حتى وفرقتها خسرانه وللدقيقه او للثانيه الاخيره في المباراه عندها ثقه وعندها يقين ان فرقتها قادره تقلب النتيجه وتحقق الفوز. جماهير النادي الاهلي اللي ما بتعرفش وما بتقبلش وما بتعترفش بلقب الوصيف، الوصيف يتساوى مع مؤخره الجدول بالنسبه لها واللي اتعودت دايما على الصداره وتعودت دايما على المركز الاول. جماهير النادي الاهلي في ظهر رجالتها وكلها ثقه الحقيقه ان المشوار السعيد اللي عشناه على مدار السنه الاخيره دي قادرين نكمله وقادرين نتوج ببطوله الدوري. روح الفانيلا الحمراء هو الرهان الاول والاخير في الست مباريات الاخيره، ومفيش شك ان كل المباريات الكبرى اللي لعبناها على مدار السنه الاخيره دي بدايه من الزمالك في نهائي دوري الابطال النسخه قبل الاخيره وصولا او مرورا بقى ببالميراس بطل امريكا الجنوبيه والبرازيل وكايزر تشيز في نهائي دوري الابطال ونهضه بركان في سوبر افريقيا وغيرها 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 من المواجهات الصعبه، لو لعبنا الماتشات السته اللي جايين بنفس الروح وبنفس الاصرار وبنفس العزيمه قادرين جدا 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 على حسم بطوله الدوري والتتويج بدرع وبلقب دوري المصري.